السلام عليكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير. وياكم مستر سيك من امريكا. يوم رجعت لكم فيديو جديد ومخزن جديد اللي هو هذا الكلب الاخير اي 1123. هذا المخزن اشتريته تقريبا صار هذا ب 350. خليت بيه غراض من المخزن اللي قبله اللي شفته من المقطع قبل هذا المقطع، لان حتى اسحبهم واخذهم، يعني اخذهم بنفس الوقت اثنيناتهم، احملهم واوديهم على البيت. فنبدي نفتح هذا المخزن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا هاي الغراض اللي كانت بالمخزن السابق، جبتهم وخليتهم هنا حتى أشيلهم كلهم، أرد روحه على البيت ووديهم للغراض. أنا اشتريت هذا المخزن كان بيه هذه الثلاجة كبيرة مثل ما تشوفوها، فخلوني أطلعها وأشوفكم إياها وبيها غراض. إن شاء الله الغراض تسوى وياها هي، فخلوني أطلع الغراض وأشوفكم إياها بالتفصيل. هنا أنا حاولت أطلعها بس كلش ثقيلة، ما أقدر أحركها بوحدي، مع العلم بيها تيارات مثل ما تشوفون بس كلش ثقيلة. شوف هاي مال مطاعم، مال فريش فود، بيها أكثر من طبقة. شوف الأغراض اللي بداخلها، طلعت هذولا 11 واحد. هذا عندنا مثل البنش او كرسي، مينا كانت داخلها. بس اذا هاي شغالة ان شاء الله وحدها تسواله بال 500 الى 600 دولار، ان هي هاي جديدة مالتها بال 1500 دولار. فان شاء الله اذا هاي شغالة كلش تمام طلع فلوس المخزن كله. فمثل ما قلت 11 واحد من اي هذا، نشوفكم شنو طلعت من داخلها، لأن كلهن أغراض قديمات مع المخزن السابق. هاي البازات، هاي البازات شوفوا البازة مكتوب عليهم small golden. هاي مثل ما قلت 11 كرتونة، كل كرتونة بيها 6، يعني إذا الوحدة على 10 هاي 100، كل كرتونة على 10 وتصور أكثر إن شاء الله هاي 110 دولارات للبازات. بدي نشوف شكو بهذا البوكس، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلها من داخل المجمدة أو الثلاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكو شكو معنا. آها. هني مسامير يستخدمونهم دائما للروف أو السقوف. معنا هاي طوبة، هاي نفاخات، دبدوب ما يفيد، دباديب اثنين، هاي نفاخات. بعد هذه every day، اوكي دباديب صغار، شان يشتغل هذا؟ هذا شنو هذا؟ لايت هذا والله ما اعرف شنو هذا. هاي بازة اكبر من ذيك البازة. هاي دباديب شوفوا شنو هذا. هذي لايت مال كريسمس، هذا سانتا كلاوز هنا. هاي اغراض كريسمس، هذي باج كلها 10 دولارات. شوفوا بعد هنا، هنا هذا هذا هنا يخلون شيء، هذا شنو والله ما اعرف. هاي الدباديب على العموم، هاي الدباديب كلها 10 دولارات. هذا الصندوق كامل. عندنا هنا هاي تصير خيمة مثل ما تشوفون، حجمها 10 في 10 10 في 10. هذه بايع من عندها الوحدة على 50 دولار، يعني الاثنين 100 دولار.
عندنا هذا ال LED light اعتقد كامل. نعم كامل الحمد لله كل غراضة موجودة. هذا عندنا همينة بال $50. وعندنا هذه همينة مال يلعبون اثقال مددون عليها بعدها جديدة ما مستعملة همينة $70 لهذه ما شاء الله. واخر شيء شنو هاي الوايرات كاميرات. نعم كاميرات سكيورتي كاميرات واحد هذا الكاميرا هاي الكاميرا رقم 2 سكيورتي كاميرات هاي همينة $50 الكاميرات. وهذه الغراض اللي باقية ان شاء الله هي نفسها الثلاجة نفسها تسوالها $500 إلى $800 تطلع سعره للمخزن كله. هذا من المخزن السابق وهذا من المخزن السابق. هاي الفيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات ثانية. سلام.